سعيدة جدا النهاردة ان انا مع سامر المصري في مهرجان البحر الاحمر. كان نفسي اكون معاهم في فينيس واحضر معاهم فيلم نزوح، ولكن ما كنتش معايا الشنجل فمقدرتش اسافر، ولكن الحمد لله الفيلم هيتعرض بكرة في مهرجان البحر الاحمر وهقدر ان انا اشوفه معاكم النهاردة في مع جمهور الوطن العربي كله. الفيلم اللي لف من فينيس لطوكيو فرنسا، انا شايفك جولة حرة متابعاك على السوشيال. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. طبعا أنا سعيد جدا بأنه العرض العربي الأول راح يكون بمهرجان البحر الأحمر. هذا المهرجان الحديث الولادة، ولكن يعني شديد القوة والجاذبية والتنظيم، لأنه العرض صراحة الفيلم نزوح بعروضه كلها اللي تمت خارج الوطن العربي لقى صدى كتير كبير من الجمهور الأوروبي، فأنا ناطر فعلا شوف الفيدباك، لأنه الفيلم بالنهاية ناطق بالعربية، فأنا ناطر شوف هيك الفيدباك للجمهور العربي لأول مرة بكرة إن شاء الله. أكيد الفيلم ده يعني لما اتعرض في فينيس كان عامل صدى كبير جدا وعمل قلق كبير كمان جدا يعني، فكلمني عن الانطباعات الخارجية الأول قبل ما نشوف بقى الانطباعات العربية. هو في صراحة الفيلم فيه لغة بصرية سينمائية خاصة جدا، فيه جرعة درامية إنسانية كتير عالية قدرت توصل حتى عبر الترجمة والسبتايتلز يعني للجمهور الأجنبي، فعنده خصوصية شوي الفيلم. تعبنا كتير فيه أنا وكندا لأنه هو بكره هلا بس تشوفي أجواء الفيلم أجواءه شوي صعبة يعني كتصوير وكميك اب وكحالات نفسية كتير قاسية وغريبة يعني فغير مألوفة، فكان في تعب صراحة بالتصوير، ولكن رد الفعل للعرض الأول اللي كان بمهرجان فينيس بإيطاليا كان رهيب، كان رائع يعني، كان مفاجئ بالنسبة لي ولكندا علوش صراحة يعني، وحتى للمخرجة سؤدود قعدان كان رد فعل تصفيق حوالي 20 دقيقة بالصالة يعني، حسينا أنه المسج اللي الرسالة تماما وصلت. كانت أهم رسالة عايزين توصلوها من خلال نزول في رسائل كتير صراحة يعني أهم أنه الوجع الإنساني خاصة يعني اللي الضغط ضغط الحرب يلي مورس على المرأة وعلى الأطفال في الحرب، اللي هن ما لهم ذنب وما عندهم أي أجندات يعني سياسية، بس هن بيكونوا ضحايا فقط لاقتتال بين أطراف يعني. يمكن الحاجات اللي فيها معاناة شوية ديت بحس إن هي بتصيب بصمة في عروض المهرجانات الدولية، ولكن الفيلم ليس سوداوي وليس مبكي على الإطلاق، الفيلم ممتع جداً، ولكن بيقدر وهو هذا أهم شيء بالفيلم إنه هو قدر يوصل رسالة إنسانية موجعة لها علاقة بالحرب، ولكن بطريقة تماما يعني مش مفرحة بدنا نقول، بس ولكن بطريقة سينمائية خاصة غير سوداوية. عرفت إن المخرجة يعني طبعا اللي كانوا في فينيس وحكولي قدرت إن هي تغير من المعتاد بالنسبة ليك والكندا. أكيد في شيء كتير خاص، في عندها وجهة نظر خاصة، في عندها فكر خاص، في عندها حركة كاميرا ولغة سينمائية خاصة فيها، في حتى بطريقة كتابتها للسكريبت هي كاتبة الفيلم بطريقة البلاك كوميدي، فأنت ما يعني بتضحكي بتبكي يعني في كتير يعني بتحسي كتير أحاسيس مختلطة ومشاعر مختلفة أثناء مشاهدة مشاهد الفيلم. طبعا اسمك ووجودك في الوطن العربي وفي الخليج العربي كان مكسر الدنيا من خلال الدراما، هل النهاردة نقدر نقول ان نزوح هيغير او هيصنع نجومية جديدة نجومية سينمائية في المنطقة العربية، وايضا بقى هتفتح لك مجالات؟ أكيد يعني هلأ أنا عندي أفلام، ولكن دائما بتسرقني الدراما التلفزيونية من الأفلام يعني. آخر فيلم عملته أنا قبل النزوح هو فيلم North of the Ten باللغة الإنجليزية مع مخرج الأمريكي رايان لامر،
قبل منه طبعا بمصر عملت الخلية أنا والأستاذ أحمد عز والأستاذ طارق العريان. يعني بحاول كل سنة يكون عندي فيلم، بس بتعرفي أنت موسم الدراما أقوى وبياخد وقت أطول.